احنا اليوم هي ذكرى انطلاق ثورة تشرين العظيمة، كما نستذكر شهدائنا من الشباب الرحمة والخلود وشهداء تشرين، كما خرجنا لإسقاط هذه المنظومة الفازة برمتها. يعني الشعب اليوم خرج شعاره الشعب يريد إسقاط النظام، لا نقبل بهاي الحكومة، حكومة عميلة، حكومة ما جابت الخير لهذا البلد نهائيا، حكومة أسست لنا ميليشيات، أسست لنا طوائف، جابت لنا مسميات يعني في غنى عنها. هاي الشباب خرجت اليوم لا شغل لا عمل، هي الحكومة خلتهم يخرجون عن نطاقهم. شاب لا يتخرج تعيين ماكو، يطلع للشغل ما يلقى، يرجع للبيت خدمات ماكو، شو تريد يسوي؟ يبقى لك بالبيت ما يبقى بالبيت. يعني شنو ذنب هاي الشباب؟ يعني ابن الحزن متونس وانت جاي ونعتب على شيوخ العشائر، شيوخ العشائر من الشمال للجنوب كلهم ولا واحد بغيره او طلع، كل شيخ يمتلك 1000 سلمه، لو كل شيخ يطلعون وراء 10 كان سقطنا هاي الاحزاب الفاسده، بس مع الاسف شيوخ العشائر خلت محاصتهم الهم، ولا شيخ ويسمعوني كلهم ويا ريت هاي الجزء ما تقطع، والله ولا اكو شيخ من العراق من الشمال للجنوب، لو اكو شيخ صحيح، الشيخ من صفات الشيخ الشجاعه، ماكو شيخ شجاع، الشيخ يخاف يجي يقف جوا الجسد، هذا يطلع ابن عشيرته يطلع اتحدى الشيخ يقبلناه، كلهم جبناه من الشمال للجنوب. كل الأحزاب الموجودة حاليا بالسلطة من شيعية وسنية وكردية هي تعمل على تخريب هذا البلد، هذا البلد بشعبه سينتصر. تشرين متجددة، ستبقى تشرين راية خفاقة فوق رؤوس العراقيين، انحنى لها كل الأحرار. أهلا بذكرى تشرين، تشرين باقية رغم أنوف كل الأحزاب والسلطة السياسية الموجودة بالعراق. نحن نريد وطنا آمن، نريد دولة المواطنة، نريد كرامة الإنسان، نريد السلام والحرية. هؤلاء شوهوا الوطن، فبؤسا لهم إنهم القتلة الفاسدين الذين يعملون على تخريب كل شيء وشوهوا كل الأشياء، حتى الطقوس الدينية تشوهت، العلاقات الاجتماعية شوهوها، المفاهيم حتى الخط الاقتصادي شوهوا، لم يبقى في هذا البلد غير الخراب. فنتمنى من العالم أجمع ومن المتحدة ومجلس الأمن وكل حقوق الإنسان أن يدخل للعراق ليرى معاناة الشعب العراقي، فبؤسا لهذه السلطة، فبؤسا لهؤلاء السياسيين القتلة، بؤسا للسلاح المفلد ومن حامله. هؤلاء قتلة مأجورين، هؤلاء يبحثون عن مصالحهم. شكرا لهذه القناة التي ستتواصل معنا. قبل تشرين 2019 كانت مطالب الشعب جدا بسيطة، اللي هي الخدمات والكهرباء والصحة، لكن من اجت تشرين ب 2019 مطالب الشعب تغيرت، حست جماهير انه هذا الوطن رايح للهاوية، فانتفضت رادت وطن. اليوم هذه من انتفضت الجماهير قدم الشهداء وقدم الضحايا وتضحيات، اليوم زاد سقف المطالب، الجماهير مطالبها تغيرت، اليوم الطالب بالكشف عن قتلة المتظاهرين، بالكشف عن المغيبين، الطالب بحصر السلاح بيد الدولة، فازداد سقف المطالب. هاي الجماهير ما راح تسكت وما راح ترجع لبيتها إلا تتحقق مطالبها. Thank you.
اللي نادت فيها انتفاضة تشرين. الذكرى الثالثة لبدء ثورة تشرين، ثورة الشباب، واحدة من أعظم الثورات السلمية في تاريخ العراق الحديث. فهنيئا للثوار اللي بهذا العنفوان وهاي التضحية، هذه الثورة التي يعبرون بها عن مشاعر كل العراقيين ويأملون تغيير واقع الشعب العراقي. فبعمرنا نحن معهم، ولا نمتلك إلا أن نكون بين أولادنا وأحفادنا هؤلاء الثوار، نشد على أيديهم ونبارك لهم، ونتمنى أن تكون هذه الثورة في قلب كل عراقي وفي عراق غيور وفي عقله، ولا ينسوا هذه التضحيات، 800 شهيد و5000 معوق و25 ألف جريح، فهي تعبير عن الصلة بين الأجيال وصلة بين هذه الشباب وبين وطنهم وبين تربتهم. نأمل أن تثمر قريبا، ويا الله نسعى باتجاه إثمارها، ونحن لهذا الغرض موجودين هنا لنجدد العهد أننا أوفياء لتربة هذا الوطن. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية 1 تشرين، الثورة العظيمة. اليوم نسمع الشعب كله يطالب بإسقاط النظام، لكن المطالبة وحدها لا تكفي. اليوم لازم الشعب يطلع كله يسقط النظام. أكو حكاية قديمة أحب أحكيها بادل. أكو سمعنا في اليوم من الأيام أكو شخص طلع على شعب، طلع كتل واحد من الشعب، كتل الحاكم اللي كان بذاك الوقت. خضع الشعب كله لهذا الشخص بسبب الخوف، خضع الشعب كله خضع بسبب الخوف لأن كتل الحاكم. بقى هذا الشخص شو يسوي؟ يمارس الطغيان والظلم ويعذب بالشعب. قام الشعب ينتفض واحد واحد، بعد ما يطلع واحد يكتله ويعذبه لحد ما يرجع يخضع الشعب بالخوف. اليوم احنا عندنا 40 مليون خاضعين الى 100 او 1000 شخص او روح مليون، خاضعين ل 40 مليون بسبب الخوف. اليوم لو يطلع مو ل 40، لو يطلعون 20 مليون 10 ملايين قادرين على ان يسقطون هذه الحكام الفاسده. اليوم الحكومه ما تدوم لاي شخص، بس شنو وين ريد من الشعب؟ ما يطالب الشعب يطلع ويسقط النظام، يطلع ويسقط الخوف اللي مسيطر عليه. اذا ما نسقط الخوف ما راح نسقط دوله. اليوم اذا ما يطلع الشعب ويسقط الحكومه ما راح يصير حل. لازم يطلع الشعب كله، مو بس دول المية او الميتين او المليون، لازم يطلع 20 مليون يطالب بحقوقه ويسقط هاي الحكومه الفاسده. اجتمعوا صفا كالقطيع، عاملين بنادقهم صوب ابناء شعبهم، وليس مع الشباب
المجد والخلود لشهداء ثورة تشرين المجيدة، تلك الثورة العظيمة التي هزت عروش الفاسدين والحرامية. اليوم استذكار لثورة تشرين بعام 2019، تذكار للشهداء، تذكار للأبطال اللي طلعوا، تذكار للجرحى الأبطال اللي ضحوا بدمهم في سبيل تغيير النظام في الحكم، في سبيل إيجاد وطن. اليوم الناس جايين، مع أنه قليلين، بس بارك الله بهم والله يوفقهم. وعتب على الشيوخ العشائر، وعتب على الرجال اللي يسمون نفسهم رجال وما يجون هاي الساحة. هاي ساحة الشرف والعز والكرامة. ليش؟ لأنه هي هاي من عندها تنطلق المظاهرات. بس أنا عتبي على الناس، يا ناس يا عراقيين، نظام البرلماني فاشل، ومرت هاي السنين وخمس دورات انتخابية، والنتيجة قبل 10 أشهر يريدون يسوون انتخابات جديدة، وقسم من الناس يدعون لانتخابات مبكرة. يا جماعة الخير، بس شوية وعي. احنا شو تفيدنا الانتخابات؟ النظام البرلماني فاشل عندنا. ان احنا يرادلنا المطلوب من عندنا تعديل الدستور، يصير نظام رئاسي او شبه رئاسي. ليش؟ لانه احنا ننتخب رئيس الجمهورية ورئيس وزراء واثنين نواب. يا جماعة تعديل الدستور احنا ما يفيدنا، لانه تعبنا، وتشوفون الفقراء، وتشوفون المعاطلين، وتشوفون المحتاجين، وهي نتيجة مستمرة، وهذا سبب رئيسي لإيجاد هاي الطغمة الفاسدة من الأحزاب والكتل السياسية القذرة النظام البرلماني. مطالبنا معروفة، مطالبنا هي كشف قتلة المتظاهرين، حصر السلاح بيد الدولة، الخدمات معروفة طبعا مطالبنا. وتشرين إن شاء الله مستمرة، واليوم 1 تشرين أول انطلاقة لها، وإن شاء الله مستمرين في التظاهرات. الآن كلمة عوائل الشهداء يلقيها you
الحقيقة ثورة تشرين ثورة من شباب من جيل جديد واعي. احنا حقيقة احنا كبار بالعمر، كنا بالسبعينات ناس مثقفين، نطلع نروح نتابع مسرح، نتابع سينما، نتابع قصة كذا كتاب يصدر. فما أمنا بهذا الجيل انه ينتفض، لكن الحقيقة طلعت هذا الجيل انتفض على القوم الفاسدين وأثبت جدارة أنه العراقي باقي متأصل، العراقي ثورته دائمة من أجل أنه يأخذ حقه بإيده. شكرا جزيلا. تجدد ثورة تشرين في بابل من أجل الإصلاح ومن أجل محاربة الفاسدين والظالمين والقتلة والعملاء والأحزاب السياسية التي عافت لأرض فسادا ودمارا. وهؤلاء الشباب هم سيرة شباب العراق مضحين بدمائهم في سبيل إصلاح البلد وإصلاح الوضع العام وإعادة السيادة للعراق وإعادة الهيبة الوطن إلى ما كانت عليه. نتمنى من الجميع كل شعب العراقي شبابا ورجالا ونساء وشيوخا التواجد في ساحات التظاهر من أجل أحفادكم ومن أجل أولادكم ومن أجل هذا الوطن. وما يلمنا غير العراق، لاحظتوا الشباب هاجرت اللي غرق واللي بقى سنتين في البلاد الغربة وعاد إلى بلده بسبب الجوع والحرمان، ما يلمنا غير هذا الوطن. الوطن العراق هو الأم، وإحنا جنسيتنا عراقية وطنية لا أجنبية ولا شرقية ولا غربية. يجدد متظاهري تشرين في الذكرى الثالثة من عامها الثالث بأن المطالب حق ويجب أن تتحقق. هنا المتظاهرون يعبرون عن إرادتهم وإرادة الشعب بتحقيق مطالبهم وتغيير النظام السياسي الفاسد المحاصصاتي الذي وضع بظروف سيئة من ظروف ومن قبل قوات احتلال أمريكي. هذا النظام لم ينهض ولم العراق لم يرى النور على هذا النظام الفاسد، نظام محاصصة. نحن نرفض المحاصصة، نرفض هذا النظام، ونطالب المجتمع الدولي بالتدخل بالوقف وجه هذه الحكومة التي تريق الدماء. نطالب المحكمة الجنائية الدولية على العالم أن يخرج عن صمته نصرة للعراق وشعب العراق. العراق اليوم يسرق، العراق غارق في بحر من الفساد. شباب العراق
شباب العراق يهددون بالقتل. الوضع سيء في العراق، يجب على المجتمع الدولي أن يدرك شعب العراق، أن يخرج عن صمته، كذلك على الشعب العراقي أن يخرج بأجمع للخلاص من هذه الأحزاب التي لم نرى منها النور ولم نرى منها خيرا. العراق ماضيه أجمل من حاضره، على الشعب العراقي أن ينتفض بوجه هذه الأحزاب وأن يغير النظام السياسي وأن يسن دستور جديد يتلائم مع التطور الحضاري الحاصل في دول العالم. العراق يستحق والمواطن العراقي يستحق عيش أفضل من العيش الذي يعيشه الآن. العيش سيء، خدمات متدنية أو تكاد أن تكون صفر، كذلك وضع الأمن سيء، اغتيالات واستعراضات مسلحة، الميليشيات مسلحة. السلام عليكم، تحية إلى الأخوة المتظاهرين كافة، ونعزي عوائل الشهداء للذكرى الثالثة لثورة تشرين. هذه الثورة الصامدة التي وقفت بوجه الطغاة والمارقين والفاسدين والقتلة من الأحزاب والميليشيات التي تدعى الإسلام والتشيع، وبريء منهم الإسلام والتشيع. نحن ثوار تشرين يد واحدة لا نتفرق، وإن شاء الله سنبقى على هذا الثبات إن شاء الله، وإن شاء الله دم الشهداء ما يضيع، وبوجود هاي الأبطال ونريد حقهم، ونطالب الحكومة الفاسقة انقلهم أحسن لكم، وطلعوا بدون ما أحسن ما تنسحلون وتنحطون بالحياة، وطلعوا بكرامة وخلي الشعب محترمكم. هسه ترى إذا وصلت حدا تنسحلون وتنحطون بالحياة، وما حد يشفع لكم. أمانة الله ورسوله. تحية لك والإخوة المتظاهرين كاف على رأسي.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا اليوم نستذكر الشهداء اللي سقطوا ونترحم لهم، واحنا مطالبهم لازم تتحقق. احنا باقين منا الى ان تنتهي يعني مطالبنا كلها تتحقق، لازم يلا ننسحب. نستذكر هذا اليوم، احنا مطالبنا معروفه، احنا نريد نغير النظام من جمهوري الى ملكي. احنا النظام الجمهوري ما يفيدنا. هذا الرئيس اللي يجي هسه ما يفكر بمطالب الشعب، يفكر شلون يبوق ويكون نفسه. I'm out of the shot.